لكن هذا ما يعني في اعتقادي هذا ما رسمه الدستور العراقي الذي أقر الأمور السياسية والانتخابية بهذا الشكل. أعتقد هناك انشقاقات قادمة، وهناك اختلاف كبير في الرؤى والمبادئ والحيثيات لمختلف الكتل والأحزاب والتيارات السياسية وبمختلف قومياتها وطوائفها ومبادئها. لكن في مبادئ الأمر أنه مسألة الانتخابات المبكرة هي أتت بمضمون المنهاج الوزاري الذي كتب وتخللته الكثير من النقاط والتفاصيل. وأعتقد في يعني في حقيقة واقعية نراها ونلمسها في الواقع العراقي أن المنهاج الوزاري الذي وعد باستتباب الأمن والخدمات بمختلف أشكالها على المستوى الصحي والتربوي والتعليمي والخدمي بشكل عام هو عاجز عن تحقيق هذا. لذلك ننتظر فيما إذا كانت الانتخابات المبكرة من ضمن الخطوات التي سيخطيها المنهاج الوزاري الذي وعد الشعب بذلك. طيب سيد سعد.